صباح النور البنات، بديت معكم لا فيديو من الصباح. مشيت قديت شي حاجه تناقصيني وهنا كنت راجعه للدار. نوصل للدار ونبارطاجي معكم داكشي اللي خديت، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا مدوزين نهاركم زوين. لقيتوني دخلت للدار، غادي نشارك معكم التقديه اللي تقديت باش ندوز نوجد الفطور. المهم اول حاجه خديت هنايا الورقه ديال البسطيله، ما غاديش نخدم بها اليوم البنات حتى لمور الفطور، بغيت ندير سيجاره للغدا ان شاء الله. خديت هنا نص بلاطو ديال البيض، وبالنسبه للخضره اللي خديت من السويقه خديت شويه ديال الباربه، الفلفله الحمراء والخضره، عندي هنايا الربيع، خديت هنا شويه ديال الخيزو حيت مازال عندي في الثلاجه، خديت الخيار، عندي هنايا شويه ديال الكروبيط، وخديت البنات حوته بغيت نديرها للفطور هذا النهار، تشهينا نديرو هكايا الحوت للفطور هكا معمره في الفرن كتجي زوينه. نخرجو شويه هكايا من دوك الليويات معمرين وداكشي. خديت هنا شويه ديال البنان، عندي هنايا مطيشه، وعندي هنايا الليمون، وعندي هنا بطاطا البصله، وخديت نص كيلو ديال الحامض. صافي دابا ديال التقديه اللي تقديت من السويقه، دابا غادي نشارك معكم شنو خديت من كارفور. خديت هنايا الطوست، خديت تويسه ديال الشامبينيو، هنا عندي ثلاثه ديال الهرنيس هما كنحتاجهم، هاد اولا خديت جويجات، خديت هنا طاسه ديال الزبده، عرفتوا في كارفور دايرين زعما كاينه بزاف ديال لي بروموسيون دايرين حتى في الزبده، عرفتوا راه ثلاثه ديال البواطات بشي كدا 20 درهم وقيله. المهم انا ما ديتهاش، بغيت غير وحده بركه ما عندي ما ندير بها. خديت هنا هاد الحار كنبغي هذا البنات كنحتاجو في البيتزا، كنبغي ناكلو مع البيتزا. عندي هنايا السلوفان، خديت هنايا الكفته، وخديت شي طرونس ديال الحليب، خديت هاد لي طاطا البنات لقيتهم حتى هي دايرين فيها بروموسيون، معقلتش شحال المرة كنصورتها معاكم، فيها جوج شكالات، فيها هادي وهادي، شفتو؟ خديت لي لانجيت ليا، وخديت هاد الشعرية الصينية، وخديت الطحين ديال الحلوة. خديت البنات غير جويجات لان مازال عندي جبانه كبيره معمره بالطحين، وما كنبغيش انا كثر عليا الطحين باش ما يضيع لي. صافي خديت غير جويجات، غير خفت لها كل شي نهار يتسالى ليا ونبقى واحده، قلت ناخذ هاد الجويجات. خديت هنا مايزينا اللي هي النشا، وخديت هاد الفرماج حتى هو كانوا دايرين فيه بروموسيون، ما عقلتش واقيلا هو كيدير يمكن ب 52 ماشي 52، ما عقلتش البنات والله ما عقلت، وقيلا كان كيدير يمكن بشي، المهم اختي ما عقلتش باش ما نقولش شي حاجه اللي انا ناسياها. خديت هنايا الفلو، خديت هذا ديال الكراميل، وخديت هذا، خديت منه جويجات ها انتم البنات، وعندي انا مازال عندي ديال الشكلاط هادو اللي كيعجبوني. خديت الفاني، وخا صراحه مازال عندي ولكن كنخاف هكا شي نهار نكون غنحتاجو يتسالى لي، وما كنحملش هكا نكون صايمه ونمشي للحانوت، اللهم كنتقدى داكشي اللي خاصني. خديت هادو البنات ديال خمارات ديال الحلوه، وخديت هاد الطون، يلاه غادي نجربو، ما عمرني ما خديته، ما عارفاش كيفاش داير، واش زوين ولا ما زوينش، المهم نجربو ونشوف شنو اخر. هنا طويسه ديال المايس، عندي هنايا شويه ديال الفرماج الاحمر، هنا البنات قال لي غير دانو. خديت هنايا هاد الماكله ديال القط، وخديت هاد الدانون عرفتو زوين زوين هذا البنات، خديت ديال الفرومبواز وديال الشكلاط، هذا عرفتو زوين، هذا ديال 4 دراهم. وخديت هاد الدانون هذا بغيت نطحن به العصير، عرفتو كيجي زوين في العصير. خديت دانون مسوس كنبغي غير الوصفات. صافي وخديت واحد كراميل وواحد شوكولا، هذه هي التقديه اللي تقديتها البنات. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نرصي هاد التقديه ديالي كل حاجه في بليستها، هذيك الحوته راه واخا مغسوله نعاود نغسلها ندير لها الحامض، وغادي نعجن مليويات معمرين. ما غنشاركش معكم الطريقه لان صافي شاركتها معكم في وقيله الثاني ديال رمضان ولا في 3 ايام ديال رمضان،
كنعمرها هكا بالفلفله وبالبصيله والكفته كيجيو زوينين. ما غنشاركش معكم الطريقه. وشنو غادي ندير الفطور؟ هذه المليويات اللي قلت لكم، وغادي ندير الحوت في الفران، وغادي ندير التوست على شكل بيتزا. لاول مره غادي نجربوه على شكل بيتزا. مهم غنصايب ديك الحوايج غير هكا خفافين. بغيت نصايب هكا شي تحليه ولكن مازال ليا من البارح، باش هكا الماكله ما تضيعش حتى تسال هذيك ديال البارح، وغدا ندير وحده جديده. صافي هادشي اللي كاين. دابا غنحبس معكم التصوير على ما نسالي الروينه، عرفتوا طال عندي مرونه كلشي مرون، ما عارفه شنو غندير، واش نخليها حتى نهار الفطور. المهم قوي باهي في الفطور، سالي روينتي، وعاد ندوز نشارك معكم داكشي اللي غادي نطيب. ودابا البنات اول حاجه غادي نبدا بها هي ديك الحوته، غادي نشرملها ونوجدها، كنخليها واحد شويه عاد كنشعل لي باش هكا كتجي بنينه. خلاص راني غسلتها مزيان ودرت لها الحامض وفلحتها من الجناب فاش رصيت داكشي ديالي، عاد دابا جيت كنوجدها. غير دابا لا فيديو كتجي حاجه من مور حاجه. بالنسبه لديك شرموله، شرموله العاديه ديالنا كندير فيها الربيع، الثومه، الحامض مصير، الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، قطيره ديال الزويته بلديه، وكنطحن. انا كنخلط كلشي مع بعضياتهم. صافي وشرملتها مزيان مزيان، عرفت راني عمرتها بشرموله. دوك التفليحات اللي فلحتها حتى هي دخلت فيهم شرموله. انا كيعجبني الحوت هذا اللي كنديرو في الفران، كيعجبني تجي فيه غير شرموله، ما كيعجبنيش هكا نعمرو بشي حاجه مثلا بالروز ولا بالشعريه الصينيه. واحد المره كنت عمرته بالروز ما عجبنيش الحوت، ما كيتواتاش مع الروز الصراحه ديال الله. صافي ديك شرموله اللي بقات لي زدت عليها ديك اولا، وزدت عليها كويس ديال الماء. صافي وغادي نشرمل الخضيره ديالي. انا كنشرملها ماشي كنست في الخضره وعاد من الفوق كنخوي ديك شرموله، لا بحال هكا كتجي بنينه. كندير بطاطا ومطيشه والفلفله، درت الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء، هذه هي الخضيره اللي كندير مع الحوت. صافي كيف ما شفتوا شرملت الخضيره ديالي، عاوتاني داكشي اللي بقى لي زدت عليه واحد الكويس ديال الماء. بغيت ما يجينيش ناشف، بغيت هكا تجيني فيه واحد شويه ديال ديك لاصوص، فهمتوني؟ ولكن كنت غفلت عليه هو ينشف لي صراحه ديال الله. صافي زدت طريفات ديال الحامض صير، خويت واحد القطيره ديال الزويته غير شويه، وغادي ندخلها للفران وما غاديش نشعل عليها دابا، حتى كدوز واحد الساعه، ساعه ونص، ساعتين، باش هكا كيف ما قلت لكم ديك شرموله كتدخل فيها. وهنا عجنت دوك المليويات اللي قلت لكم، عرفتوا كيجيو زوينين. شوفوا راه الطريقه راه شاركتها معكم وقيله في الثاني ديال رمضان ولا في الثلاث ايام ديال رمضان، غير كنت درتهم معكم ربعين، هذا النهار درتهم دايرين. نفس العجينه، نفس الحشوه، كندير فيهم فليفله، البصله، الربيع، شويه ديال الكفته. عرفتوا راجلي كيحماق عليهم البنات. واحد البنت كانت قالت لي زكيه حاولي تبعدي من المعجنات شي شويه، ديري هكا الحوت، ديري شي حاجه اللي تكون صحيه. ها انا البنات اليوم درت الحوت كيف ما شفتوا، غادي ندير شليضه، واخا هكاك عجنت الملوي معمر. انا راجلي خاصو ضروري هكا يكونوا هكا مليويات معمرين. المهم هو كيبغي العجائن بزاف، داكشي باش انا كنحاول ندير داكشي اللي غادي ناكلوه، فهمتوني؟ يعني داكشي اللي غادي نفطروا به. ايوا صافي هنا البنات شديت التوست، غادي نديرو على شكل بيتزا. والاول مره كنت كنشوف البنات كيديروه، قلت اجي نجرب، صراحه جا زوين. شوفوا هو كاين الفرق ما بين البيتزا وما بين التوست، ولكن مهم جا زوين دغيا دغيا، كيوجد ما كيشدش الوقت نهائيا. درت فيه نفس الحشوه اللي كنديرو في البيتزا، ودرت فيه هذا الطون ديال المطيشه، عرفتو درتو في يدي الله. ما عمرني ما درت الطون ديال المطيشه هكايا في البيتزا. المهم درتو في يدي الله، ولكن في الاخر جا زوين وتنكل. صافي شويه الزعتر، شويه ديال الفرماج، وهذا التوست البنات ما غاديش نشعل عليه دابا، غادي نخليه حتى تبقى 5 دقائق للمغرب عاد غنشعل عليه، لان الا شعلت عليه في الفران وبقى هكا زعما وطفيت الفران كيقصح وكيكرم. صافي حتى بقات للمغرب ما بقى لها والو، عاد شعلت عليه وغادي نحطو، راه جا زوين صراحه. بحال هكا اللي كتكون خدامه ولا كتكون، المهم هادشي هو ديال الزربه، دغيا دغيا كتوجد ما كتشدش الوقت نهائيا. ونفس الحشوه اللي كندير في البيتزا هي اللي درتهم فيها، الفلفله، بصيله مشحره، ديك المطيشه. انا البنات ديك اولا قبل ما كنديرها في البيتزا ولا شي حاجه كندير لها شويه الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الزعتر، باش هكايا كنسمها وكيجي فيها المذاق. ودابا غادي ندير شليضه هكا متنوعه صحيه، عرفتوا جات زوينه، واخا ما كليناهاش في الفطور بالضبط ولكن كليناها من مور الفطور، عرفتوا جات زوينه. كناخذ الرز سلقته، درت له المايز، الطون، شويه ديال الملحه، نسيت ما درتش فيه المايونيز. صافي وخلط داكشي كيف ما شفتوا، مره كندير لوزلافه، كل مره شنو كندير. هاد النهار درته بحال هكا جبانه باش نحطو مربع. من بعد شديت هاد لي بات حتى هي سلقتها، حتى هي درت لها ديك المايز اللي بقات ليا،
الطون، شويه ديال الملح ما كنكثرش لان الطون كيكون مالح، وشويه ديال المايونيز صافي. وكنخلط وكنحط من جنب. عاوتاني تما عندي بطاطا اللي حتى هي سلقتها، درت لها مليحه ودرت ليها المايونيز وغادي نحطها. شوفوا انا البنات فاش كندير هاد الشلاضه ما كنبغيش غير نشد ونحط، يعني الخضره غير نشدها ونحطها، لي بات غير نشدها ونحطها، ما كتجي باسله، ما كتعجبنيش بحال هكاك. لا خاصني بحال دابا مثلا كل حاجه غادي نشرملها، فهمتوني؟ واخا دايره ماشي تشرميله، المهم راه كتكونوا فهمتوني، يعني كل حاجه نسمها هكا بمليحه بشويه ديال المايونيز هكا، بعدا كنقدر ناكلها كتجي بنينه. صافي عاوتاني شديت البهربه حتى هي، درت لها حتى هي سلقتها، درت لها مليحه المايونيز، الخيار صح هو قطعته، درت له شويه ديال الملحه، خيزو محكوك، زدت طريفات ديال البيض مسلوق، ومن الفوق غادي ندير هاد المايونيز هادي غادي نزوق بها. والله الا شليضه صحيه، وفعلا هاد المنطقه عندها الصح اللي كتبت لي هاد الكومونتير، والله شكرا لك. واخا كيف ما قلت لكم هاد الشيء ما كليناهش في الفطور، ولكن حطيته من مور الفطور تنكل، المهم شي حاجه اللي صحيه وزوينه، وفعلا خاصنا شويه نديرو شي حاجه صحيه، نحيدو من المعجنات وداك التخربيق. ايوا صافي البنات دابا غنشارك معكم هذا العصير، كاين اللي غيكونوا عارفينه وكاين اللي ما غيكونوش عارفينه. عرفتوا كيجي خاطر، كيجي بارد، كيجي زوين. كندير فيه البنان والليمون وكنزيد عليه دانون وكنزيد عليه سيبو. شوفوا البنات سيبو، اللي ما بغاتش ديرو ما ديروش. انا بعتني باش ما نكونش كنكذب عليكم، انا كنديرو صراحه ديال الله. دانون ما كنتش كنديرو في العواصر، ولكن وليت كنديرو مؤخرا، عرفتم كيعطي واحد البنه، والعصير كيجي خاطر، كتحسي براسك راكي كتشربي عصير ماشي غير كتشربي الماء والزغاريت. وحتى الا بغيتي تزيدي عليه ساشيه ديال الفاني في عوض السكر ديريها، عرفتوا راه كيجي بنين. شوفوا دابا انا درت فيه البنان والليمون، ياكو جا بحال كتشربوا شي عصير ديال المانغ ولا ديال الخوخ بحال هكاك. صافي البنات هذه هي الطبيله ديالنا. المهم راه داك الحوت راه ما كليناهش في الفطور باش تعرفوا، شلاضه ما كليناهاش في الفطور، المهم كلينا داكشي اللي قسم الله. انا كنحاول نحط في الطبله، ولا بغينا ناكلو شي حاجه راه كناكلوها، ما كاينش شي حاجه راه كتبقى للسحور. وصافي هادشي اللي كاين، وبصحة فطوركم. ومن بعد الفطور البنات، من بعد ما حتى كنصلي العشاء انا عاد كندخل الكوزينه. دابا نط بغيت نجمعها مزيان 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 مزيان، راهي ما صورتش معكم كلشي، راكم عارفين الكوزينه كنقيلو فيها، كنقيلو كنطيبو فيها، يعني هي اللي خاصها تكون نقيه بزاف بزاف. المهم هنا بديت بالشبكه ديال المعينات، حتى تقولوا لي البنات واش كنحفزكم ولا ما كنحفزكمش. انا كنشارك معكم داكشي اللي كندير، وفي نفس الوقت كنقول راه بهذا الطريقه غادي نحفز البنات، فهمتوني؟ يعني ماشي بالضروري نقول لكم راه خصكم ديروا وديروا، لا كنقول لكم شنو كندير، وما عرفتش كنقول راه كنحفز البنات، لان راه كيخليو لي في التعاليق راه كيعجبنا هذا النوع ديال لي فيديو. المهم حتى تقولوا لي وتتقولوا لي كيفاش جاوكم هاد الروتينات ديال رمضان، واش عجبوكم، واش بغيتوني نزيد عليهم شي حاجه ولا لا. بالنسبه للبنات اللي كيكتبوا لي بغاو العنايه، ان شاء الله من مور هاد لا فيديو في لا فيديو الجاي غندخل العنايه فيه. انا البنات راه عاوتاني هي ما كيقدنيش الوقت، المهم كل مره انا كندير حاجه، فهمتوا؟ بحال دابا هاد النهار ما تخيلوش شحال عييت، رافقت بكري، مشيت انا وراجلي تقدينا وجيت وكنصور معاكم، وكانت عندي الدار مرونه. عرفتوا البنات راه ما تخيلوش فاش ساليت نعست، هي ساليت نعست والله، عرفتوا عييت. وصافي هادشي اللي كنت تقولوا لي واش عجبوكم لي فيديو ديال رمضان ولا لا. المهم انا هاد لي فيديو ديال رمضان كنحاول زعما كاينه نخلي غير في الطياب، فهمتوني؟ يعني كنقول خاصني نشارك مع البنات الشهيوات اللي غادي يبغيو يطيبوا. حتى انا كنتلفت، انا كندخل نشوف عند بنات اخرين، يعني راه كنتلف وكنبقاو حايرين، داكشي باش كنركز على الطياب. ولكن راه كنحاول ندخل لكم الروتينات وداكشي، وكما قلت لكم العنايه ما غنديرها لكمش كامله تيقرب العيد، ولكن مره مره غنبقى ندخل لكم مثلا ماسك الوجه، ماسك الشعر، باش هكا حتى انا نكون مرتاحه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. كيف ما شفتوا غسلت المعينات ديال الفطور، انا البنات ما كنخليهمش، ما قدرش نوض الصباح ولقاهم مازالين ولا شي حاجه، صافي كنوض كنوض في مره صافي. لا غد ليه انا مقسمه الشغل ديالي البنات، لا غد ليه يلاه كنتكافى مع الطياب، والله مع التصوير يلاه كنتكافى مع الطياب. داكشي باش الدار خاصها بالليل تجمع، لما يعني تغسلوا. واخا هاد النهار راني ما جمعتش الدار صراحه، غير دوزت عليها تدويزه خفيفه، هاد النهار بغيت نجمع الكوزينه مزيان. كما قلت لكم غسلت دوك المايونيز، الربيع اللي كنت شريت الصباح في التقديه هو غسلته وطحنته. البنات تتقولوا لي واش الربيع كيرون الكوزينه ولا غير انا اللي كترول ليا به؟
منين كنغسلو ونقطعو بقى كنطحن فيه كيرول ليا الكوزينه والله. عرفتو ما كنحمش نطحنو صراحه ديال الله فيه الروينه، ولكن انا ما كنبغيش نخليه في الثلاجه لانه كيضيع، وما كنبغيش كل مره نهز ونطحن. صافي كنطحن في مره كنعمر الجبانه ديالي وكندخلها للفريغو. ايوا صافي البنات هنا كيف ما شفتو غسلت دوك دوك القريعات ديال العطريه، القريعات ديال الزيت راه عرفتو كيوليو كيتلصقوا. حكيت البوطه مزيان، حكيت لافابو كيف ما شفتو، مسحتو. شوفوا البنات عرفتوا شحال كيعجبني هاد المنظر هذا بالضبط. كنحماق عليه فاش كيكون البوطاجي كيبري كيبري، عرفتوا كنحماق على هاد المنظر. عرفتوا عاد كنحس براسي راه انا ارتاحيت، شفتوا عرفت واحد الراحه راه ما يمكنش. واخا صراحه راني ضربت تماره هاد النهار. ايوا صافي هنا جلس غادي نعمر القريعات ديال العطريه، غادي نعمر القريعات ديال الزيت ونحط كل حاجه في بلايصها ونوض. شوفوا البنات انا صورت معاكم غير شويه، اما راني خملت من تحت البوطاجي ياكو، عندي البالكو في الكوزينه خملته حكيته، دايره فيه الحبوقه رصيتهم كل حاجه في بليستها، دايره فيه داك المجر ديال المعنات، الباب حتى هو حكيته مزيان مزيان ديال البالكو. مهم راه انا صورت معاكم غير شويه باش هكا نحفزكم، لان صافي كنت عييت وكنت باغا نسالي شغالاتي دغيا، وما يمكنش البنات نصور معاكم كلشي كنضيع الوقت. انا حاولت نصور معاكم غير شويه وصافي. هنا غادي نعطر وغنمشي نرتاح، وحد هنا غتكون نهايه ديال لا فيديو. بيزوات كنبغيكم.